بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا ومرحبا بكم في برنامج التعليم المفتوح، وفي هذه المادة، مادة بلاغة النظم القرآني. في هذه المحاضرة استكمالا هذه المحاضرة جعلناها استكمالا المحاضرة السابقة التي تحدثنا فيها عن التنويع الأسلوبي، وبدأنا بالحديث عن التنويع الأسلوبي في مجال الصيغ، وقلنا إن التنويع الأسلوبي هو اختيار المتكلم أو المبدع بين البدائل المطروحة في اللغة لأجل مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولأجل تحقيق الناحية الفنية المطلوبة. القرآن الكريم بلغ في هذا حد الإعجاز، حيث جاءت في الآية الواحدة أو في النص الواحد تنويع في الصيغ وفي التراكيب وفي الأعداد وفي الضمائر وفي الأدوات، بما يحقق مطابقة السياق والمقام بدرجة عالية بلغت حد الإعجاز، مما أدهش العقول وأبهر أولي الألباب. الآن نتحدث عن التنويع الأسلوبي في مجال العدد، ونأخذ مثالا لذلك التنويع بين صيغتي الإفراد والجمع. ومن الأمثلة البليغة التي تحققت فيها المزاوجة بين صيغتي الإفراد والجمع قول الله تعالى في سورة النساء: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ماذا نلاحظ هنا؟ تلاحظ يقول الله عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها جاءت بصيغة الجمع، يتحدث عن جماعة، عن جماعة المؤمنين الذين يدخلون الجنة. لاحظ أنه عبر عنهم بصيغة الجمع خالدين فيها. أما بالنسبة للعصاة الذين يدخلون النار والعياذ بالله، يقول: ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. لاحظ الفرق والتنويع الأسلوبي بين خالدين فيها بالنسبة لمن يدخلون الجنة، وبين خالدا فيها بالنسبة للعاصي الذي يدخل النار. لماذا هذا التنويع؟ ما السر البلاغي وراء هذا التنويع بين صيغتي الجمع والإفراد؟ تعبير بصيغة الجمع بالنسبة لمن يدخل الجنة، والتعبير بصيغة الإفراد بالنسبة لمن يدخل النار. يقول العلامة أبو السعود: لعل إيثار الإفراد ها هنا نظرا إلى ظاهر اللفظ، الإفراد في الذين يعذبون في النار العصاة، واختيار الجمع هناك بالنسبة للمؤمنين الذين يدخلون الجنة، نظرا إلى المعنى للإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحش. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن صيغة الجمع بالنسبة للمؤمنين تدل على الاجتماع، والاجتماع فيه من معاني الألفة والأنس ما فيه. أما التعبير بالإفراد بالنسبة لمن يعذب في النار فيه نوع من العذاب آخر غير العذاب بالنار، وهو عذاب الانفراد والوحشة والاستيحاش وعدم الأنس بالناس. فالمؤمنون يلتقون كما قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة أمين، مجتمعون على سرر متقابلين، يعني على الأرائك متكئون، هم متقابلون، يعني يتحدث بعضهم مع بعض ويأنس بعضهم ببعض. لكن الكافر
كما قال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. تلاحظ أن الآيات تخاطب واحدا منفردا، وهو ذلك العاصي الذي يعذب في النار والعياذ بالله. فلذلك جاء التعبير بصيغة المفرد في هذا في الحديث عن الكافر، قال: ومن يعصي الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، أما المؤمنين فقال خالدين فيها. أيضا من العدول إلى المفرد نجد في قوله تعالى في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا. حرس اسم جمع يدل على الجمع، فكان ينبغي في وصفه أن يقال حرسا شدادا. وكذلك فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، الرصد اسم جمع راصدين، فكان ينبغي أن يكون وصفا للجمع فيقال يجد له شهبا راصدة له. فلماذا كان هذا العدول من الجمع إلى المفرد؟ من يعني نجد هنا حرسا اسم جمع جاء في وصفها شديدا صيغة المفرد. خلاصة كلام المفسرين هنا، هناك عدة أقوال نختار منها أرجحها، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا. وصف الحرس وهو اسم جمع بالمفرد اللي هو شديد ليدل على أن هذا الحرس أمره مجتمع، كأنهم قد اجتمعوا على قلب رجل، على قلب ملك واحد، شأنهم واحد، ليسوا مختلفين ولا متنافرين، هم متحدون يمتثلون أمر الله عز وجل بلا اختلاف ولا تنافر بينهم، فأمرهم مجتمع وكلمتهم مجتمع. ماذا يقول المفسرون؟ قال الزمخشري: والحرس اسم مفرد في معنى الحراس، الحراس كالخدم في معنى الخدام، ولذلك وصف بشديد، ولو ذهب إلى معناه لقيل شدادا، يعني قال حرسا شديدا لم يقل حرسا شداد. والرصد مثل الحرس اسم جمع للراصد على معنى ذوي شهاب راصدين بالرجم، وهم الملائكة الذين يرجمون الشياطين بالشهب ويمنعونهم من الاستماع، ويجوز أن يكون صفة للشهاب بمعنى الراصد. قال الطيبي: قول تعالى شهابا رصد نزل الواحد، وهو الموصوف منزلة الجمع لوصفه به إظهارا لكمال حفظه. شهابا رصدا، شهاب مفرد وصفه برصد اسم جمع للمبالغة، يعني أعد الله تعالى لهم شهابا راصدة لهم، عبر عن هذه الشهب بصيغة المفرد فكأنها شهاب واحد من جهة العناية وكمال الحفظ، ومن جهة التسديد في إصابة الهدف. وقد ذهب الزمخشري وجماعة من المفسرين إلى أن السر في العدول عن الجمع إلى المفرد في وصف الحرس أن ذلك جاء رعاية لللفظ دون رعاية المعنى، إذ لو روعي المعنى لقال شدادا. بعض المفسرين قال حرسا شدادا، إن حرس اسم جمع، الاسم نفسه مفرد لكن المعنى جمع، فلذلك روعي اللفظ، لفظه لفظ المفرد لكن معناه معنى الجمع، فلذلك روعي اللفظ. لكن هذا القول لا يعجبنا من الناحية البلاغية، فنرى أن السبب في هذا أن الحرس وصف بالجمع فقال حرسا، الحرس وصف بالمفرد فقال حرسا شديدا ولم يقل حرسا شدادا. لماذا؟ إشارة إلى وحدة هذا الحرس واجتماع أمرهم،
حتى كأنهم حارس واحد، فليس ثمة اختلاف بينهم ولا تفرق. ومن ثم فإن أي شيطان يحاول استراق السمع توجهوا إليهم جميعا يضربونه ضربة ملك واحد. وثمة دلالة أخرى في العدول إلى شهاب، يعني قال شهابا رصد ولم يقل شهب، وهي التخصيص، حيث إن إفراد الشهاب يدل على أن كل جني قد أعد له شهاب مختص به لا يعدوه، ويرشح لهذا المعنى لفظة له. ومن ثم أعرب بعضهم رصدا مفعولا لأجله. من أمثلة العدول إلى المفرد كذلك في القرآن الكريم جمع الظلمات وإفراد النور، يعني كان ينبغي من ناحية مراعاة النظير، إذا رعينا النظير، أن الظلمات جاءت مجموعة فيأتي النور مجموع، لكن القرآن لم يراعي ذلك وراعى ما هو أفضل وما هو أبلغ، فأتى بالظلمات مجموعة وأتى بالنور مفرد. قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الظلمات دائما جاءت جمع والنور مفرد. وقوله تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. ففي هذه المواضع يتضح للقارئ والسامع مخالفة قاعدة السياق المضطردة في الجمع بين الصيغ المتناسقة إفرادا وجمعا، يعني تأتي الصيغ متناسقة جمع جمع مفرد مفرد، لكن لماذا خالف القرآن هنا فأتى بالظلمات مجموعة والنور مفردا؟ تبدو قيمة هذا العدول في بيان هذه النكتة البلاغية والسر البلاغي حينما نتدبر سر الإعجاز فيه، وهو الإشارة إلى وحدة سبيل النور والإيمان. النور يشير إلى الهداية ويشير إلى الإيمان بالله عز وجل، فسبيل الهداية وسبيل الإيمان واحد ليس متعددا، الطريق إلى الله عز وجل واحد، هو توحيد الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل واحد سبيل المؤمنين. لكن سبل الضلال متعددة وكثيرة ومتفرقة، فلذلك الظلمات تشير إلى طرق الغواية وطرق الضلالة، فلذلك جاءت متعددة. أما النور فهو يشير إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى الهداية، فلذلك جاء مشارا إليه بالواحد بصيغة الإفراد. ونلمح هذا إذا تأملنا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله عز وجل صراط الله عز وجل صراط واحد، فلذلك عبر عنه بصيغة الإفراد: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جاءت مجموعة، هي سبل الضلالة والغواية، فتفرق بكم عن سبيله. أيضا من الأمثلة التي تتعلق بهذا الصدد العدول عن صيغة الجمع إلى صيغة جمع الكسرة إلى جمع القلة، وذلك في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أنعم الله صيغة جمع القلة، لم يقل كفرت بنعم الله الكسرة، وإنما أتى بصيغة أنعم، صيغة أفعل وأفعل وكذا، هذه من صيغ الإيه التي تدل على القلة. فلماذا أتى بصيغة جمع القلة؟ لماذا لم يقل كفرت بنعم الله وقالت بأنعم؟ قال بأنعم، الأنعم تدل على القلة، القلة يعني من 3 إلى 9،
عدد قليل. فلماذا جاء بجمع القلة؟ جاء بجمع القلة لأنه يناسب هذا السياق تمام المناسبة. فعلى الرغم من كثرة نعم الله تعالى التي أنعم بها على هذه القرية التي كفرت بنعم الله، عدلت الآية عن التعبير بجمع الكثرة نعم إلى جمع القلة أنعم لغرض بلاغي يكشف عنه العلامة أبو السعود، حيث يقول: وإيثار جمع القلة للإذان بأن كفران نعمة قليلة أوجب هذا العذاب، فما ظنك بكفران نعم كثيرة؟ يعني ربنا عز وجل يبين أن هذا العذاب وجب على هذه القرية لأنها كفرت ببعض النعم وكفرت بأنعم قليلة، لم تكفر بكل النعم، فنزل بها هذا العذاب من الله عز وجل. فماذا لو كفرت بجميع النعم، وماذا لو كفرت بنعم كثيرة؟ وهذا الذي نبه عليه العلامة أبو السعود هو ما يناسب مقام التخويف لهؤلاء الكافرين الجاحدين. فمن يجحد ولو نعمة واحدة أو نعما قليلة أو أنعم قليلة من أنعم الله عز وجل يستحق هذا العذاب، فما بال الكافر الذي يجحد جميع نعم الله تعالى وفضله. وعلى نحو هذا أو مثال هذا في غير الصيغ قول الله عز وجل في وعظ إبراهيم عليه السلام لأبيه: قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهو في مقام وعظ أبيه وتخويفه من عذاب الله عز وجل، البعض يتصور أنه كان الأنسب أن يقول له: إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار أو عذاب من المنتقم أو شديد العقاب، ولكنه يقول له: عذاب من الرحمن، أي كأنه يقول له: إني أخاف أن يمسك عذاب ولو يسير، أخاف أن يمسك عذاب يسير حيث يعاملك الله عز وجل برحمته فيصيبك بقليل من العذاب، فماذا لو عاملك بشدته وجبروته وانتقامه وأصابك بعذاب شديد؟ يرشح لهذا المعنى أيضا قوله: يمسك، لم يقل يصيبك، يمسك عذاب من الرحمن. فلو قال يصيبك عذاب من الجبار يظن البعض أن هذا أقوى، لكن هو يريد أن يخوفه بطريقة أبلغ، يقول له: لو مسك الله عز وجل بعذاب ولو قليل وعملك فيه برحمته لما أطقت ذلك، فكيف لو أصابك بعذاب غليظ شديد وعاملك بجبروته وانتقام؟ يتعلق بذلك أيضا العدول عن صيغة جمع القلة إلى جمع الكثرة. من أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كان الأصل أن توصف السبع بجمع القلة سنبلات، طالما 7 فتوصف بجمع القلة، جمع القلة يدل من 3 إلى 9، فيقول أنبتت 7 فيكون التعبير المناسب للعدد 7 هو سنبلات الذي يدل على القلة 7 سنبلات. لكن الآية عبرت بالصيغة التي تدل على جمع الكسرة فقالت أنبتت 7 سنابل 7 سنابل. فلماذا عدلت عن القلة المناسبة للسبع إلى الكسرة؟ ما كان ذلك إلا لغرض بلاغي، خلافا لمن ذهب إلى أن ذلك للاتساع في اللغة أو لتعاور الأبنية أي تبادلها كما ذهب إليه الزمخشري وغيره. فهذا الغرض البلاغي فيما نرى إنما هو مناسبة سياق الآيات الدالة على التكثير والمباركة من الله تعالى لهذه الصدقة. سياق الآيات يدل على أن الله تعالى يبارك في ثواب وجزاء الصدقة اليسيرة فيعطي عليها الأجر الكثير، فالذي يناسب ذلك هو الصيغة التي تدل على الكسرة وليست الصيغة التي تدل على القلة. التنويع الأسلوبي في مجال الضمائر. ننتقل بعد ذلك من يعني انتهينا من التنويع الأسلوبي في مجال الصيغ، انتهينا من التنويع الأسلوبي في مجال العدد،
نتعرض الآن إلى المحور الثالث من محاور هذه الوحدة، وهو التنويع الأسلوبي في مجال الضمائر. الضمائر عندنا ضمائر تكون للخطاب، ضمائر للغيبة، ضمائر يعني تتنوع للمتكلم، يعني إذا كانت ضمير المتكلم تقول أنا ونحن، ضمير المخاطب تقول أنت وأنت وأنتما إلى آخره، ضمير الغائب هو وهي وهما وهم وهن. طيب، يحدث تنويع أسلوبي بين هذه الضمائر، يعني يكون الكلام جاء على صيغة ضمير الخطاب ثم ينتقل إلى ضمير الغائب، يأتي على ضمير المتكلم ثم ينتقل إلى ضمير الغائب. فلماذا يحدث هذا التنويع؟ يحدث هذا التنويع بسر بلاغي وإعجاز بلاغي عظيم في كل أمثلة القرآن الكريم. نتعرض هنا لبعض هذه الأمثلة، مثلا في سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما يسميه البلاغيون بالالتفات. في هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة بدأت بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، لم يقل الحمد لك يا رب، لو قال الحمد لك يا رب فهذا أسلوب الخطاب كأنه يخاطبه الحمد لك، لكنه عدل عن الخطاب الحمد لك إلى الحمد لله كأنه يتحدث عنه حديث الغائب، كأنه لا يراه، لا يشاهده، لا يعرفه، فهو يتحدث عنه حديث الغائب عنه، يقول الحمد لله ولم يقل الحمد لك. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لو استمر على ذلك يقول إياه نعبد، أنه يتحدث عنه حديث الغائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياه نعبد، لكنه عدل عن الحديث عن الغائب إلى الحديث عن المخاطب، الحديث إلى المخاطب، فقال إياك نعبد، عدل من الحديث عن الغائب إلى الخطاب فقال إياك نعبد، لو استمر على صيغة الغائب يقول إياه نعبد وإياه نستعين، لكنه عدل من الغائب إلى المخاطبة فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك، خلاصة الكلام في هذا، أن العبد حينما يفتتح في الصلاة ويبدأ في قراءة الفاتحة فكأنه يتحدث عن غائب عنه، هو لم يستحضر ذات الله عز وجل بعد، ولم يستحضر عظمة الله، فحينئذ كأن الله تعالى غائب عنه فهو يتحدث عن حديث الغائب الحمد لله رب العالمين، ثم يبدأ فيتعرف على صفات الإلهية شيئا فشيئا، يتعرف على الله تعالى بصفاته شيئا فشيئا، يتعرف على ربوبيته رب العالمين، يتعرف على رحمانيته الرحمن الرحيم، يتعرف على مالكيته لكل شيء مالك يوم الدين، فلا يملك إلا أن ينطلق لسانه بمخاطبته كأنه أصبح حاضرا ماثلا أمامه سبحانه وتعالى، فاستحضر عظمته واستحضر ربوبيته لكل شيء، استحضر رحمته ورحمانيته، فاستحضر مالكيته لكل شيء وأن مرجع الناس إليه، فلا يملك إلا أن يخاطبه كأنه يراه وكأنه حاضر أمامه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا هو سر الالتفات من الغائب إلى المخاطب. هذا العدول نوع من التنويع الأسلوبي بين الصيغ، وهو ما يسميه البلاغيون قديما بالالتفات، ويسمى في الأسلوبية بالتنويع الأسلوبي في الضمائر. أيضا من التنويع الأسلوبي في الضمائر قوله تعالى على لسان هود عليه السلام، على لسان قوم هود يخاطبون نبيهم، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إلى آخر الآيات. فنراه هنا إنما قال أشهد الله واشهدوا،
ولم يقل أشهد الله وأشهدكم، أشهد الله. ويقول واشهدوا ولم يقل وأشهدكم، ليكون موازنا لإشهاده الله على البراءة من الشرك. فهو لم يخاطبهم، عدل عن الحديث عنهم وأشهدكم إلى واشهدوا، لم يذكر الضمير الخاص بهم في الخطاب، وإنما قال واشهدوا ولم يقل وأشهدكم. لماذا؟ لأن إشهاد الله عز وجل على البراءة من الشرك أمر صحيح ثابت. أما إشهادهم، لماذا يشهدهم؟ لماذا يشهد هود قومه؟ يقول لهم اشهدوا. إشهادهم ما هو إلا تهاون بهم ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، يعني افعلوا ما تستطيعون ما بدا لكم، فأنا لا أبالي بكم. وهو يشهدهم على ذلك، ولذلك عدل عن لفظ الأول لاختلاف الأمرين وجيء به على لفظ الأمر، كما يقول الرجل لفلان اشهد على أني أكرهك أو على أني أحبك، تهكما به واستهانة بحاله. فالعدول هنا كما يقول ابن الأثير أو كما يفهم من كلام ابن الأثير وظف توظيفا صحيحا، لأنه عدول عن الأصل السياقي، لأن الأصل يقتضي وأشهدكم بصيغة المضارع، إلا أنه قد عدل عن هذا الأصل السياقي للنكتة التي بيّنها ابن الأثير. يعني عدل هنا من أشهدكم بصيغة المضارع إلى واشهدوا بصيغة الأمر. نأتي إلى التنويع الأسلوبي في مجال الأدوات. مجال الأدوات مثل أدوات التوكيد، حروف الجر، نحو ذلك. من ذلك قوله عز وجل في قصة أصحاب ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ماذا نلاحظ هنا؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. هذه القرية أرسل عيسى عليه السلام رسله إليهم لدعوتهم إلى الله عز وجل وهدايتهم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أرسل إليهم رسولين فكذبوهما، كذبوا الرسولين، قال فعززنا بثالث فأرسل إليهم رسولا ثالثا يعززهم ويقويهم في دعوتهم هؤلاء الأقوام، فقالوا إن إليكم مرسلون. ماذا قال الرسل لقومهم؟ قالوا لهم إن إليكم مرسلون، أكدوا الكلام بإن، إن إليكم مرسلون. بماذا أجابوا عليهم؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، كذبوه، قالوا أنتم لستم رسل، لستم رسلا من عند الله، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الحال هنا، المقام الذي نحن فيه حال تكذيب، المقام الذي نحن فيه مقام تكذيب، حال إنكار. في المرة الأولى قالت الرسل لهؤلاء الأقوام إن إليكم مرسلون فكذبوهم وأنكروا ما جاءوا به، فكيف يخاطبهم الرسل؟ يزيدون الكلام توكيدا، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. لاحظ القرآن عبر عن توكيد هؤلاء الرسل بماذا؟ في الحالة الأولى أكد بإن فقط، في الحالة الثانية أكد بإن واللام، إن إليكم لمرسلون. هناك توكيد أكثر من ذلك، التوكيد بالجملة الإسمية، فأكد بإن واللام والجملة الإسمية، فزاد في التوكيد عن الجملة الأولى. لما زاد التكذيب والإنكار زاد التوكيد. فالشاهد هنا في تنوع الصيغ، صيغ التوكيد وصيغ الأدوات. في الجملة الأولى جاءت إن فقط، في الجملة الثانية جاءت إن واللام، تنوعت أدوات
التوكيد، ويعني من حيث الزيادة والاختلاف بحسب الحال وبحسب ما يقتضيه الحال. كذلك في قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا حينما ذكر الله عز وجل أحوال الخلق، أنه خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة كذا كذا إلى آخره، وبعد ذلك قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعدما يستوي الإنسان في غاية صحته وقوته ثم يصل إلى حد الكبر والهرم، بعد ذلك ينتهي إلى الموت والوفاة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ شيئا عجيبا، أن الله عز وجل يؤكد الموت بأكثر من مؤكد، ويؤكد البعث بمؤكد واحد. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أكد الموت بإن واللام، إنكم بعد ذلك لميتون، ولكن يؤكد البعث بمؤكد واحد، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لم يقل ثم إنكم يوم القيامة لا تبعثن، وإنما قال تبعثون. لماذا؟ وأيهما يعني أحوج إلى التوكيد؟ يعني أيهما نحن بحاجة إلى أن يؤكد لنا، والكفار والمشركون هم بحاجة إلى أن يؤكد لهم البعث أكثر من أن يؤكد لهم الموت؟ فالموت لا يستطيع أحد أن ينكره لأنه مشاهد أمام الأعين، لكن البعث غيب، فهذا ما حدث فيه الاختلاف، وهذا ما أنكره الناس. فكان الظاهر يقتضي أن يؤكد البعث ولا يؤكد الموت، لكن القرآن أكد الموت بأكثر من مؤكد، وأكد البعث بموت واحد. لماذا تنوعت صيغ التوكيد وأدوات التوكيد هنا، وجاءت أدوات التوكيد في توكيد الموت أكثر من توكيد البعث؟ السر في ذلك أن الناس وإن كانوا لا ينكرون الموت، لكن كيف حالهم مع الموت؟ حالهم إزاء الموت حال المنكر له. كلنا يعلم أنه سيموت وسيرجع إلى ربه، أو سينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى، ومع ذلك فهو غافل عن الدار الأخرى، ولا يحسب حسابا لهذه الحياة الأخرى، ومع ذلك فهو غافل عن حقيقة الموت وما يقتضي الأمر، ما يقتضيه الأمر من العمل والجد والاجتهاد لهذه الساعة، ساعة الموت وساعة الرحيل عن هذه الدنيا. فالموت وإن كان أمرا لا ينكر، وإن كان أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى توكيد، إلا أن حال الناس إزاءه حالا منكر، فهذا ما يسميه البلاغيون تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، وما يسمونه مجيء الخطاب على خلاف مقتضى الظاهر. يعني مقتضى الظاهر ألا يؤكد الموت وأن يؤكد البعث، لكن القرآن أكد الموت بأكثر من مؤكد، وأكد البعث بمؤكد واحد، لأن حال الناس إزاء الموت حالهم حال المنكر له، هم لا ينكرونه، ولكن حالهم من حيث عدم الاستعداد وعدم المبالاة به، حالهم إزاء الموت حال المنكر له. وكذلك في قول الله تعالى على لسان المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم ماذا يقولون؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ المنافقون هنا يؤكدون لشياطينهم وإخوانهم في الكفر، يقولون لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وهم يعلمون أنهم معهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا الذين يشكون في إيمانهم قالوا آمنا، أرسلوها هكذا بلا توكيد، مع أن المؤمنين يشكون في إيمانهم، وكان الأولى أن يؤكدوا للمؤمنين ويقولون لهم إنما نحن مؤمنون، أو يقولون لهم إنا آمنا، أو إنا معكم مؤمنون. لم يؤكدوا، إنما أرسلوها هكذا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤسائهم في الكفر أكدوا لهم، رغم أنهم يعني لا يشكون في أنهم معهم وأنهم إخوانهم في الكفر، أكدوا لهم وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
لماذا تنوعت هذه الأدوات ويعني جاء التوكيد أكثر في هذا الموضع الذي لا نتوقع فيه التوكيد ونتوقع أنه ليس بحاجة إلى التوكيد، وفي الموضع الأول الذي يحتاج إلى التوكيد بالنسبة للمؤمنين جاء خاليا من التوكيد؟ العلة في ذلك أن هؤلاء المنافقين إذا لقوا المؤمنين وإذا سألوهم عن حديث الإيمان صادف ذلك منهم عدم ارتياح، وحدثوهم حديثا يعني يسألونهم عن أمر لا يرتاحون إليه ولا يثبتون عليه، فلذلك يجيبون هذه الإجابة آمنا هكذا بغير يعني تقبل وبغير ارتياح نفس وبغير أريحية. أما حينما يخلون بشياطينهم في الكفر وينفردون بهم، حينئذ تنطلق ألسنتهم بنشاط وأريحية وفرح وسرور، فيقولون يؤكدون إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن التوكيد هنا ليس توكيدا لمن يجهل الحقيقة ولمن ينكرها، وإنما التوكيد هنا يدل على حال المتكلم نفسه، المتكلم نفسه هو في هذه الحال في حال انبساط وفي حال فرح، فلذلك تنطلق ألسنتهم منهم وتنبسط ألسنتهم تعبر عن دواخلهم وعن فرحتهم وعن سرورهم ونشاطهم ويعني أنسهم بإخوانهم في الكفر. أما في الحالة الأولى فتعبر عن ضيقهم بالمؤمنين، فلذلك يرسلونها بلا توكيد فيقولون آمن. في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام أبو يوسف، قال حينما سأله أبناؤه أن يرسل معهم يوسف ماذا قال لهم، ماذا أجابهم؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني، عبر وأكد بإن واللام. وماذا نلاحظ هنا؟ لم يقل إني ليحزنني ذهابكم به، إني لا يحزنني أن تذهبوا، ولم يقل إني لا يحزنني ذهابكم، عبر بأن والفعل المضارع. فالتوكيد في قوله إني لا يحزنني توكيد بإن واللام ليس مقصودا به المخاطب بلا شك، يعني التوكيد هنا ليس لأن أبناءه اللي هم إخوة يوسف يشكون في أن أباهم يحزنه أن يذهب يوسف، هم يعلمون ذلك وهم يعلمون أنه يحب يوسف أكثر منهم، وكان يقتضي هذا الأمر أن يعقوب لا يصرح بشدة محبة ليوسف وأنه يحزنه فراقه ويحزنه أن يذهب به، ولكنها فلتة من فلتات لسانه عبرت عما في قلبه من شدة المحبة ليوسف، فصرح توكيدا وقال إني لا يحزنني، فأكد الكلام بإن واللام. ليس هذا التوكيد مقصودا به أن يؤكد لأبنائه أمرا يجهلونه، وإنما هذا التوكيد يعبر به عما في نفسه من شدة المحبة ليوسف وأنه لا يصبر على فراقه ولو ساعة واحدة، فلذلك قال إني لا يحزنني. ثم بعد ذلك لم يقل إني لا يحزنني ذهابكم، وإنما قال إني لا يحزنني أن تذهبوا. مجرد أن يحدث أن يذهب يوسف ولو ساعة أو وقت قليل، مجرد أن هذا الحدث أن يذهب فهذا يحزنني، فلو قال إني لا يحزنني ذهابكم فيحزن ذهاب يوسف وغياب يوسف كان أمرا محتملا، لكنه يقول إني لا يحزنني أن تذهبوا، أي أن تذهبوا به ولو لوقت قليل ولو للحظات قليلة، فهذا مما يحزنني حزنا شديدا. بعد الحديث عن التنويع بين أدوات التوكيد نتحدث عن التنويع بين حروف الجر، وذلك كما في قوله تعالى إخبارا عن قوم نوح وتكذيبهم لنبيهم عليه السلام، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لما دعا نوح قومه إلى الإيمان بالله
وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بماذا أجابوا؟ قالوا نوح. قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين، نراك في ضلال مبين. انظر كيف أكدوا الكلام بإن واللام الجملة الإسمية، ثم يقولون في ضلال مبين ولم يقولوا على ضلال أو بضلال، في ضلال مبين وضلال بين واضح، عبروا بالضلال بالمصدر الذي يدل على حقيقة الضلال، مبين الذي يدل على أن هذا الضلال واضح بين يراه كل أحد، يعني وصفوا نبيهم بغاية الضلال. بماذا أجاب؟ قال يا قومي ليس بي ضلالة، ليس بي أي شيء من الضلال ولا ضلالة واحدة، عبر باسم المرة. الشاهد عندنا ليس في اسم المرة، وإنما الشاهد في قوله قال يا قومي ليس بي، هم يقولون إن لنراك في، وهو يقول ليس بي ضلالة، هم عبروا بحرف الجر في، وهو عبر بالباء قال يا قومي ليس بي ضلالة. لماذا؟ هم يريدون أن يثبتوا أنه هو غارق في الضلال، فعبروا بحرف الجر في الذي يدل على الظرفية أنه غارق في الضلال، هو عبر بالباء التي تدل على مجرد الملابسة قال يا قوم ليس بي ضلالة، أي لست متلبسا بأي شيء من الضلال. هذا يدل على بلاغة القرآن وإعجازه في تنويع حروف الجر، هذا التنويع ليس عبثا، وإنما هذا التنويع يدل على أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير. فلو أهدرت القرآن كله وعلى أن يعني تأتي بحرف مكان حرف، لم تستطع أن تأتي بحرف مكان حرف أنزله الله عز وجل لهذه الحكمة العظيمة وهذا الإعجاز البالغ. من ذلك أيضا التعبير بفي بدلا من على، في قوله تعالى على لسان قوم فرعون حينما آمن السحرة بموسى عليه السلام، ماذا قال فرعون؟ قال لهم قال لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل. هل يقول أصلبنكم في جذوع النخل أم يقول أصلبنكم على جذوع النخل؟ الأصل أن يقول أصلبنكم على، سيصلبون على جذوع النخل وليس في جذوع النخل، ولكنه عبر بفي كأنه يقول لهم إني سأجعلكم مغروسين في جذوع النخل أو مزروعين فيها، كأنه سينقر لهم في جذوع النخل، لأن هذا يدل على شدة الصلب وقوة الصلب، أي لأصلبنكم في جذوع النخل صلبا شديدا قويا كأنكم قد غرستم في هذه الجذوع، فعبر بفي ولم يعبر بعلى. آيات كثيرة جاءت في هذا الصدد، يعني اكتفينا بهذا القدر منها في التعبير عن التنويع في الأدوات في القرآن الكريم. نأتي بعد ذلك للتنويع الأسلوبي في مجال البناء النحوي. البناء النحوي يقصد به التراكيب، الجملة الإسمية، الجملة الفعلية، ما يحدث في هذه الجمل من تقديم وتأخير وحذف وذكر وغير ذلك. ونذكر الآن نماذج للتقديم والتأخير في القرآن الكريم وفي متشابه القرآن الكريم خاصة. فمما ورد من ذلك في كتاب الله تعالى قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. والآية هذه في سورة ياسين رقم 20، والآية الأخرى وجاء من أقصى المدينة وجاء رجل، هذه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، هذه في القصص 20. وفي سورة ياسين 20 أيضا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. لاحظ التشابه، جاء في كل شيء حتى في رقم الآية، رقم الآية في سورة القصص 20 ورقم الآية في سورة ياسين 20. لكن الاختلاف في ماذا؟ في أول الآية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في سورة ياسين، في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة. تقديم والتأخير في الفاعل، تقديم الفاعل على الجار والمجرور المتعلق أو تقديم المتعلق الجار والمجرور على الفاعل. جاء رجل من أقصى المدينة
في آية وفي الآية الأخرى وجاء من أقصى المدينة رجل. لماذا جاء هذا التنويع؟ لماذا جاء هذا التقديم والتأخير؟ ولماذا جاء هذا التنويع في التراكيب هذه الجملة بهذا النحو بتقديم الفاعل وهذه الجملة بتقديم المتعلق وتأخير الفاعل؟ المفسرون والذين كتبوا في متشابه القرآن لهم أقوال كثيرة في ذلك، أختصر هذه الأقوال وأختار منها ما أراه مناسبا، فأعلل لذلك بأن أريد أن أجعل القارئ يتأمل في سياق الآيتين. حينما نتأمل السياق في قصة موسى عليه السلام وقول الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أما في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قد ذكرنا قصة أصحاب ياسين من قليل، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هؤلاء القوم جاءهم الرسل إلى مكانهم إلى محلتهم يدعونهم إلى عبادة الله تعالى الواحد الأحد، ومع أنهم جاءوهم إلى مكانهم وفي منتدياتهم ومجتمعاتهم وتلوا عليهم الآيات وذكروا لهم الحجج والبراهين وحاجوهم وناقشوهم إلا أنهم كذبوا الرسل تكذيبا شديدا، رغم أن الرسل أكدوا لهم بمؤكدات عديدة إن إليكم مرسلون، ثم لما ازداد تكذيبهم قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، ومع ذلك كله ازداد تكذيبهم لرسلهم وتوعدوهم بالعذاب وأن يخرجوهم ويرجموهم إلى آخره. مع ذلك كله هذا الرجل ويدعى حبيب النجار، وكان رجل يقال إسكافي أو يعني نجار أو حائك أو ما إلى ذلك، رجل فقير ضعيف مسكين مريض ويسكن في أقصى القرية وفي أقصى المدينة، بمجرد أن سمع أن الرسل جاءوا إلى البلدة وجاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد جاء من هذا المكان البعيد وتحمل المشقة رغم مرضه وفقره وتعبه، تحمل المشقة وجاء لينصح لقومه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الشاهد في ماذا؟ الشاهد في أن هذا الرجل جاء من أقصى المدينة. لماذا قدمت هذه الآية هذا التعبير هذا المتعلق الجار والمجرور من أقصى المدينة على الفاعل رجل وجاء من أقصى المدينة رجل؟ كان الأصل أن يقول وجاء رجل من أقصى المدينة. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد هنا أن يلفتنا إلى المفارقة بين هؤلاء الذين جاءت إليهم الرسل في مكانهم وبين هذا الذي جاء من مكان بعيد وهو مريض فقير عاجز جاء يتحمل المشقة لأجل أن يعزز الرسل ويؤيدهم ويدعو قومه إلى التوحيد الله عز وجل إلى اتباع الرسل. تعال في الموقف الآخر في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. جاء من أقصى المدينة، جاء رجل من أقصى المدينة، قدم الرجولية هنا، جاء رجل من أقصى المدينة. لماذا قدم الرجولية هنا وقدم الفاعل رجل على من أقصى؟
هناك كان إبراز هذا البعد المكاني وإبراز المفارقة في المكان، أن هؤلاء جاءتهم الرسل إلى مكانهم ومحلتهم، وهذا جاء من أقصى المدينة، فكانت إبراز المفارقة في البعد المكاني وتحمل المشقة إلى آخره كان هو المقصود. هنا ما المقصود؟ المقصود بيان أحقية هذا الرجل باتصافه بالرجولية، فلذلك قدم ما هو أهم في حقه. العرب تقدم في الكلام ما هو أهم، كما يقول سيبويه إن العرب يقدمون ما هو لديهم أهم وما هم به أعنى. فالأهم هنا في الكلام، كان الأهم هناك أن يقدم البعد المكاني من أقصى المدينة، الأهم هنا أن يقدم وصف هذا الرجل بالرجولية، وجاء رجل من أقصى المدينة. لماذا؟ هذا الرجل يستحق الوصف بالرجولية الكاملة، لأنه فيه صفات الرجل الكامل، فيه صفات المروءة والشهامة والنخوة، فيه الذكاء، ذكاؤه بمخالفة الطريق المرصود لكي لا يدركه الرصد الذين يتبعونه، سلوكه الطريق الأقرب ليسرع إلى موسى، سبقه إلى موسى وتمكنه من الوصول إليه قبل أن يحدق به خطر الأعداء، إفشاؤه، وهذا الأمر الأخطر أنه أفشى ما تآمر به الملأ من قوم فرعون بقتل موسى عليه السلام غير مبال ببطش فرعون، إفشاء سر الملك، سر فرعون والحاشية في التآمر على قتل موسى، هذا عقوبته الإعدام وعقوبته القتل، لأن هذا إفشاء لسر الدولة. ومع ذلك لم يبالي هذا الرجل بذلك كله، إنقاذ لنبي الله موسى عليه السلام، وسارع بأن يفشي إليه هذا السر ويبلغه أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لهذا تعلم السر في تقديم وصف هذا الرجل بالرجولية على تقديم أنه جاء من أقصى المدينة. كلاهما جاء من أقصى المدينة، لكن هذا يستحق وصف الرجولية أكثر، فقدم في حقه وصف الرجولية. الأول هو رجل ويستحق وصف الرجولية وذكر ذلك في حقه، لكن السياق يحتاج إلى أن نبرز أنه جاء من أقصى المدينة على ضعفه ومرضه وفقره، ليبين لهؤلاء الناس هداية الرسل وتوحيد الله عز وجل، رغم أنهم الرسل جاءوهم إلى مكانهم ومحلتهم. أيضا من الأشياء التي يحدث فيها تنويع سياقي في التراكيب، تقديم بعض المعطوفات، بعض الجمل المعطوفة بعضها على بعض، كما في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، والآيات الأخرى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآية أيضا يعني ماذا نلاحظ؟ يقول الله عز وجل واتقوا يوما، هو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآية الأخرى نفس الكلام، لكن يقول ولا يقبل منها شفاعة. الآية الأخرى يقول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. إذن الاختلاف، لا يقبل منها شفاعة في الأولى ولا يؤخذ منها عدل، الآية الثانية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فالتقديم في العدل والشفاعة لماذا؟ المفسرون لهم في ذلك كلام كثير، لكن الخلاصة التي أذكرها هنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. عندنا نفسان، النفس الأولى لا تجزي نفس، عندنا نفس جازية ونفس مجزي عنها. فالآية الأولى ذكرت لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. يقبل من من؟ من النفس التي تجزي، النفس الجازية، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآية الثانية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذه النفس المجزية عنها، النفس المجزية عنها هي النفس التي جاءت محملة بالأوزار، لا يقبل منها عدل يعني لا يقبل منها فدية ولا تنفعها شفاعة، ولذلك جاء تعبير هنا بقوله ولا تنفعها شفاعة. هناك آيات كثيرة
ولكن ما ذكرناه فيه الكفاية في بيان التنويع في التراكيب. أيضا هناك التنويع في المفردات كما في وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، بتقديم اللعب على الله. وفي آيات أخرى إنما الحياة الدنيا، في آيات أخرى بتقديم اللعب على الله، في آيات تقديم اللعب على الله وفي آيات تقديم الله على اللعب كما في سورة العنكبوت، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اجتهد المفسرون في بيان سر التقديم والتأخير، لماذا قدم اللعب في موضع وقدم اللهو في موضع آخر. اللعب يكون في الصبا واللهو يكون في المرحلة المتأخرة بعد ذلك، فلذلك قدم اللعب الذي هو أقرب إلى الدنيا في المواقف التي تتحدث عن الدنيا، وقدم اللهو الذي يتحدث عن ما بعد ذلك في المراحل التي تكون في مشاهد الآخرة التي يذكر الإنسان فيها آخر ما كان منه وهو انشغاله باللهو عن طاعة الله تعالى. من المواضع كذلك فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والآيات الأخرى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ في حينما ذكر الفرار قال يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قدم أخاه ثم أمه وأباه ثم أخر الصاحبة اللي هي الزوجة والأبناء. لكن عند الفداء يفتدي، قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود لو يفتدي بأعز وأعز ما يملك هم أبناؤه ثم صاحبته زوجته ثم أخاه ثم قبيلته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فهذا المجرم حين الافتداء يفتدي بأعز ما يملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ببلاغة كتابه وإعجازه، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الوحدة التي تتحدث عن التنويع الأسلوبي. شكرا لكم وإلى لقاء آخر.